حقيقة قامت كتائب الأسد في وادي بردة بفتح الطريق اليوم الواصل بين بلدة بسيمة وأشرفية الوادي، واليوم يعني الحياة عادت شبه طبيعية مع بدء عودة الناس إلى منازلها، والمحلات تتجهز الآن ببضاعتها. حقيقة المعتقلات يعني خرج بعضهم والباقي لم يخرج حتى اللحظة، طبعا يأتي ذلك بعد توقف الاشتباكات في بلدة بسيمة بشكل كامل في إطار تنفيذ قوات الأسد لشروط الثوار في المنطقة، في حين تستمر الهيئات المدنية والعسكرية بفتح مياه عين الفيجي بشكل جزئي بانتظار عمال الصيانة والمهندسين التابعين للنظام لإصلاح مضخات المياه والأعطال التي حصلت في نبع عين الفيجي. نعم مازن، كيف تسير المعارك في الغوطة الشرقية لا سيما في زبدين وبالا، وما حصيلة هذه المعارك هناك؟ نعم، اليوم كتاب الأسد حاولت التقدم إلى عمق الغوطة الشرقية من الجهة الجنوبية من جهة زبدين ومنطقة بالا، هذه هاتين منطقتين في هذه اللحظة يخصفان بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الأرض أرض. حصلت اشتباكات اليوم على أطراف زبدين تمكن الثوار فيها من التصدي لكتاب الأسد التي كانت تحاول التقدم نحو البلدة. أيضا استطاع الثوار في زبدين من التقدم والسيطرة على عدة نقاط في مزارع بلدة المليحة والواقعة غرب بلدة زبدين والتي سيطر عليها النظام مؤخرا. مازن، كيف هو الوضع الطبي والإنساني في حي الحجر الأسود لا سيما بعد استهدافه بمدفعية النظام؟ حقيقة يعني حي الحجر الأسود يعتبر الآن هو حي منكوب بكل ما تعنيه الكلمة، بمعنى الدعم توقف على المدينة منذ شهور، كل يوم نقوم بالاتصال بالحكومة المؤقتة ولا أحد يرد علينا، واليوم يعني كان هناك اتصال بالسيد أحمد طعمي طبعا لم يجب علينا. الحجر الأسود حقيقة يموت ويستغيث ولا أحد يجيب، الجميع تخلى عن الحجر الأسود. إضافة للغوطة الشرقية، اليوم ينتشر في الغوطة الشرقية أمراض جلدية وهي تنتشر بشكل سريع، وهذه الأمراض اسمها مرض القوباء والدودة الحلزونية. طبعا هذه الأمراض انتشرت بسبب استخدام المياه الملوثة في الغوطة الشرقية من قبل المدنيين وخاصة في منطقة المرج، وحقيقة لا يوجد دواء أو علاج لهذا النوع من المرض. أسألك أيضا عن الواقع الخدمي في أحياء العاصمة وخاصة بعد انقطاع مياه الشرب هناك. اليوم يعني المياه عادت من جديد بالتدفق إلى بعض أحياء العاصمة دمشق، يعني اليوم شبه عادت الحياة إلى منطقة العاصمة دمشق. مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية حدثتنا من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك.